ناخذ الان الريزيستنس. هاي عندي اول شيء هاي المعادله، خليني اخلص هاي المعادله. عمالنا بنقول التغير في درجه الحراره اذا كاملته هذا وقسمته واحد على سبيسيفيك لو بدينا من زيرو تايم وفرضنا زيرو انيشال كونديشنز ومن زيرو تايم لعند تايم تاو مثلا، وهي عندي دي تاو، مش هذا انتجريشن؟ عم بعمل انتجريشن. لو ضليت اجمع كل كميه التغير في درجه الحراره هذه، هون عندي جولز بير سكند، ولو كاملت الجولز بير سكند شو بدها تعطيني في النهايه؟ اذا بتكامل جولز بير سكند، لما تكامل بايش بتضرب؟ بسكند، فبتعطيك هذه جولز. شو بتمثل هاي الكوانتيتي؟ كمية الحرارة اللي تجمعت في هذا السيستم بعد فترة زمنية مقدارها تاو. ماشي، الكل فاهم هاد؟ فأنا عمالي بقول الفرق بينهم، هل قد كسبت وهل قد خسرت؟ كل ثانية هل قد كسبت وهل قد خسرت؟ لو طرحتهم عماله بيعطيني التغير في كمية الحرارة per second، لما بكامل بعطيني جولز، بعطيني كل الحرارة. فهذا على فكرة رح يعطيني الهيت اللي مخزن في القطعة التايم تاو. اوكي؟ وطيط دي تي صارت هون دامي فاريبل. كل فاهم هذا بيختفي، الفاريبل تي بيختفي، شو بضل عندي بالنهايه؟ تمام. اوكي، هذا اندفنت انتجرال. هلا النظريه بتقول انه كميه الحراره اللي مخزنه في هاي القطعه تعطيني الارتفاع في درجه حرارتها، مش هيك؟ شو العلاقه بين كميه الحراره اللي فيها والارتفاع في درجه حرارتها؟ سبيسيفيك هيت. بالضبط. فسبيسيفيك هيت من هون هلا اذا ضربت ثيتا إلها تعطيني كمية الحرارة اللي موجودة فيها. مظبوط؟ إيش الوحدة عندي هون؟ هنا جول بير سكند، جول بير كلفن. هاي وحدتها رح افترضها كلفن، جول بير كلفن رح تعطيني جول. إذا هاي كمية الحرارة اللي موجودة هون، إذا هاي بتساوي ثيتا أوف تي في سبيسيفيك هيت. لو أخذت سبيسيفيك هيت وقسمتها هون بتصير عندي هاي كمية الحرارة اللي موجودة هون. على فكرة هاي بتشبه الكاباسيتر، مظبوط؟ التشارج الكولوم لما بقسمها على الكاباسيتر شو كانت تعطيني؟ فولتج. نفس الفكرة التانك، كمية المي اللي حطيتها بالتانك لما بقسمها على الاريا تبعت القاعدة شو بتعطيني؟ اتش اوف تي، بشكل ارتفاع. إذا هاي أعطتني هاي المعادلة، هاي المعادلة قلنا نشتق هاي المعادلة للطرفين، لو اشتقيت هاي المعادلة بقدر اشتقها، مش هيك؟ اشتقها شو بتعطيني؟ بتعطيني هلا Q input of T minus Q output of T على C S H بتساوي theta dot theta dot. ماشي، كل فاهم هاي المعادلة؟ أو بقدر أعبر عنها بشكل تاني، التغير بدرجة الحرارة rate of change of درجة الحرارة بتعتمد على كمية الباور اللي عم تدخلها، الهيت اللي عم بدخلها per second ناقص كمية الهيت اللي بيطلع منها per second مقسوم على specific heat لهاي القطعة اللي موجودة هون. هذا بعطيني rate of change of theta. هذا الجزء الأول اللي بيعتمد، وهذا هو اللي بقابل في الكهرباء الكاباسيتنس. هلا في جزء ثاني، ايش رح يصير عندي؟ لو فيش تهريب من هون ايش رح يصير في درجة حرارة هاي؟ لو هذا زيرو رح تضلها ترتفع درجة حرارة القطعة هاي اللي موجودة هون. هلا الانتقال بدرجة الحرارة من هون وهون ايش بده يعتمد؟ بده تكون طرديا مع مين؟ عكسيا مع ار، وطرديا مع ايمين، مع التغير في درجه الحراره بين هون وهون. هلا راح افترض هلا في البدايه انه ثيتا ام اوف تي بتمثل الاختلاف بدرجه الحراره بين هاي النقطه وهاي النقطه من هون، فبصير عندي كيو اوتبوت اوف تي بتناسب مع واحد على ار ثيرمال. ار ثيرمال هي خاصيه من خصائص هاي القطعه اللي موجوده هون، بالثيكنس تبعتها وبالمساحه تبعتها. الريزيستنس الثيرمال ريزيستنس راح تزيد مع ايش؟ مع كيف ممكن اخفف من انتقال الحراره هون؟ طرديا مع الثيكنس وعكسيا مع الاريا. كل ما زدت الاريا مش بصير اسهل انتقال الحراره؟ كل ما زدت، لو بدي ازيد العزل في غرفه ايش باجي؟ بجيب الواح وبخلي الالواح تكون ثيك اكثر، مش هيك؟ اذا عندي الفلو راح يكون يتناسب عكسيا مع هذا، وبعدين كمان هذا الهيت فلو راح يتناسب طرديا مع الاختلاف في درجة الحرارة. خلص الاريا والثيكنس انا حطيتهم في ار، دخلتهم كلهم بار. هاي ار اخذتها بالنهاية ووحدتها نشوف هلا الوحدات هون تبعتهم هدول. اذا دمجت هدول التنتين شو بصير عندي؟ كيو اوت اوف تي تتناسب مع ثيتا
ثيتا ام اوف تي على ار تي اتش، وبنفس الكونستنت هذا في الكونستنت اوف بروبورشناليتي. ايش هاي المعادله بتشبه في الكهرباء؟ اومز لو، تمام اوكي. في على ار بتعطيني اي، اي هو ريت اوف فلو اوف ايش؟ تشارج. فهي هاي، فاي بالكهرباء بتمثل كولومز بير سكند، مظبوط. وهون عندي ار بتمثل ريزيست، بس هاي ثيرمال ريزيستنس، هذيك الكتريكال ريزيستنس. وفي بتمثل فرق في الجهد، اللي هي فرق بالحراره، فرق الحراره بين السطحين اللي موجودين هون. هاي صار عندي معادله هون، وين المعادله الاولى؟ وهي المعادله هون، المعادله الثانيه، واحد المعادله الاولى والمعادله الثانيه.